انا بالنسبه لي يا حاتم طبعا انه هو السؤال انه الحين أيوه؟ انت ذهابك للاسواق ايوه هل هي من الخيارات الاربعه ولا عندك خيارات اخرى وفلسفه التسوق عند عبد الوهاب؟ طبعا تكلم سؤال شخصي يعني انا عبد الوهاب انا ايش اسوي؟ نعم. انا بالنسبه لي ما اتكلم بمثاليه، بالنسبه لي السوق زمان يعني قبل كم سنه تقريبا يمكن اقدر اقول ثلاث اربع سنوات يعني يمكن قبل الزواج يعني خلينا قبل الزواج كمان كان السوق لي عباره عن يعني مكان نادرا ما اروح له، طبعا اروح له وقت الحاجه اللي هو وقت اشتري اغراض، وطبعا دائما احاول يعني طول السنه مرتين ثلاث مرات هي اللي اشتري فيها الاغراض، حتى ثيابي في السنه مره واحده ومرتين بس افصل عدد كبير يعني عشان اريح نفسي. فاذا رحت سريع جدا وخطافي ودخلتي سريعه جدا. لكن تقريبا ثلاث سنوات الاخيره السوق خاصه في الرياض طبعا السوق صار من اماكن التنزه بالنسبه لي، يعني مكان تروح تتقهوى فيه، مكان تروح تتعشى فيه، مكان تروح فيه ملاهي، مكان فيه تروح تتسوق، يعني كلها على قولهم حجوا بيع مسابح. فتقريبا اربع خمس شغلات كلها في السوق موجوده، غير انه اصلا طبعا الرياض عارف ما شاء الله تبارك الله يعني ثلوج وامطار وطول السنه، فالسوق ميزته انه مغلق وتكييف داخلي فيعني ترتاح نفسيا يعني. طبعا كنت في السابق تتكلم يوم كنت في الغربيه. اي كنت اي الحين يوم صرت هنا في نجد ترى زي بعض الاجواء تقريبا في المملكه حاره يعني. طيب ممتاز. شبكه المجد القنوات الامنه للاسره.